شاء الله ألف مبروك سيدو. على شو مبروك يا أبو عقلان؟ شيء على بيعة الدكان أبو ناجي أبو أشرف. أبو عقلان شو مبسوط؟ إيه جاهز سيدو. وين بصمي؟ تفضل يا أبو أشرف، هاي حقك. هات عنا سيدو، هات عنا. زيك سيدو، اصرفهم بالهنا إن شاء الله. بس روحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف، شو هذا يا عمبوزي؟ علي ما علي، ما حدا أخذ السعر اللي أخده. الرجال ربي بالدكان ومن حقه يزعل عليها. يا شيخنا ما في شيء بينبكى عليه. أنا ما غلطت لما رميت على أمك يمين الطلاق، ما غلطت بنوب يا بي. بس يا يابي، إذا مرتك قالت على أمك عيبة تسكت لها شيء؟ لا يا بي، لا ما بسكت لها. أمك ما عاد تنفعني، فأنا بجي بسيرة بنوب. كريقة بكريقة. الله يسامحك يا أمي، معقول تقولي عن ستي عيبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما رح تضل مرت عمك كتير مطلقة، ستك رح ترجع له إياها. إيه بس قبل ما ترجع لازم نسوان الحارة كلهم يعرفوا إنه اتطلقت وإنه عمك قلع عم البيت. يهلك زهرية، بدك تفضحيها لمرت عمي؟ قد ما فضحتها ما رح آخذ بتاري منه. لا زهرية، لا حرام. وهي مو حرام لما فضحتني بالحارة وقالت علي إني أنا عايبة؟ بلا والله كمان حرام. رح خلي كل الحارة تعرف إنه هي ظلمتني. والله والله لأنتقم منها. بقى شو قلت ابن عمي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ايمان. انا ابوه للولد بعرفه، بس الولد ما بعرفه. لازم ندرس اخلاقه، شوف اوضاعه كلياتها. ايش بده يكون الولد غير مثل ابوه يلي ربوه؟ هلا سحر عنده علم بالخطبه؟ لا ما قلت لك. كمان مرت ابو جابر ما رح تجيب سيره لحتى نقلها انه موافقين. ماشي، لا تخبري سحر بالموضوع بنوب، فهمتي؟ يعني ما أقول موافقة للنسوة؟ لا لا تقولي موافقة. هلا أنا فاضي لناجي ولسحر وغيرهم، عندي 100 قصة براسي. قومي اطفي الضوء. خلص خلص مثل ما بدك.